السلام عليكم اصدقائي تحياتي الى الجميع هنالك خبر مقلق جدا وهنالك تصعيد كبير جدا بالحرب الروسيه باوكرانيا هذه المره القوات الاوكرانيه نقلت الحرب الى مستوى جديد مستوى غير معروفه عواقبه هذا المستوى اللي نقلته القوات الاوكرانيه للحرب جعل وزاره الدفاع الروسيه تخرج عن المعتاد وما حصل هو ان الجيش الاوكراني قام بهجوم موجع وضرب به ثكنه عسكريه روسيه بشرق اوكرانيا، الثكنه العسكريه كانت مليئه بالجنود الروس وبنفس الوقت مليئه بالاعتده العسكريه، وهو ما انتقدت القيادات الروسيه بسببه، والهجوم حصل بصواريخ هايمارس محمله برؤوس عاليه التفجير، السلطات الاوكرانيه قالت انها قتلت 400 جندي روسي وجرحت 300 جندي اخر، الملفت للنظر انه بعد الهجوم بوقت قصير جدا وزارة الدفاع الروسية خرجت عن المعتاد واكدت الهجوم الاوكراني بسرعة كبيرة وقالت ان الهجوم على الجيش الروسي قد حصل وراح ضحيته حوالي 63 جندي روسي، تم اعتبار الامر واحد من اكبر الضربات التي تتلقاها القوات الروسية بالتاريخ الحديث ويقال ايضا ان الطريقة التي تمكنت منها القوات الاوكرانية من تحديد الهدف هو استخدام الجنود الروس لهواتفهم بشكل كبير أدى إلى كشف مواقعهم وأعدادهم خصوصا وأن الأوكران مدعومين بدعم استخباري غربي هائل من عدد الدعم العسكري الغربي الآن العالم بترقب كبير للخطوة الروسية التالية وبنفس الوقت كبار المسؤولين الروس يضغطون على الرئيس الروسي لأجل اتخاذ رد شديد لأجل الانتقام للجنود الذين قتلوا بالهجوم والعالم كله يترقب لأن هذه الحرب يعني تعرفون لها أثر اقتصادي علينا جميعا ولا أحد يريد لها أن تستمر أو يزداد بها التصعيد موضوعنا الآخر أصدقائي الصين تحمل هم كبير للعالم أجمع فبعد أن خرج الكورونا من الصين وأصاب العالم ببلاوي عديدة قامت الحكومة الصينية منذ بداية الكورونا حتى وقت قريب جدا بعمل إغلاقات وإجراءات تعتبر الاشد والاقسى بالعالم اجمع من اجل حمايه الصينيين من الوباء، الان تبين ان الاجراءات كانت كلها فاشله وان الحل الوحيد هو الغائها والاصابه بالمرض او التلقيح ضد هذا المرض لاجل تكوين مناعه عند السكان، وهذا ما فعلته الحكومه الصينيه الان الغاء سياسه الزيرو كوفيد وازاله كل اجراءات الكورونا. النتيجه ان الان سكان الصين المليار ونصف المليار نسمه بالاسبوع الاخير اكثر من 200 مليون منهم اصيبوا بكورونا وهم مناعتهم ضعيفه جدا والعالم الان مهدد بانتشار موجه جديده من كورونا غير مسبوقه وهذا ما حذر منه المسؤولين الطبيين بالمانيا الذين طالبوا بعمل اجراءات فحص كورونا لكل شخص قادم من الصين للتاكد من خلوه من الفيروس. رئيس الرابطه الفدراليه للصحه العامه بالمانيا اللي هو الدكتور يوهانس نيسن طلب أن يكون هنالك إجراء أوروبي شامل لفحص كل شخص قادم من الصين للتأكد من خلوه من فيروس الكورونا، ليس هذا فقط بل الآن هنالك تحفظات كبيره بألمانيا والخلفيه هي أن الإصابات العديده والحالات المرضيه الكبيره بالصين تجعل الصينيين يستهلكون الأدويه بكميه كبيره ويسحبونها من الأسواق. يعني يسحبونها من السوق الاسيويه التي تعتمد عليها المانيا والعديد من الدول الاوروبيه خصوصا بعد نقص الادويه الذي شهدناه يعني بالفترات الحاليه الموضوع الاخر اصدقائي هنالك خبر جميل جدا من المانيا بخصوص فرص العمل على الرغم من ازمه الطاقه والمشاكل الاقتصاديه الكبيره بالمانيا وحتى على الرغم من افلاس عدد كبير من الشركات وتقليل الانتاج الى ان التفاؤل كان كبير جدا بعام 2022 وكان هنالك مفاجاه كبيره وهي ان العام الماضي 2022 شهد اكبر عدد من التوظيف بتاريخ المانيا وكان هنالك عدد من الاشخاص الذين جرى توظيفهم وفق المكتب الفدرالي لإحصاء تجاوز النصف مليون شخص حوالي 548 الف شخص اي يعني هذا رقم يعتبر كبير جدا بالنسبة للمقارنة مع السنين الماضية بألمانيا. رغم أنه لا يزال هناك حاجة إلى مليونين توظيف جديد ليتم سد النقص بالوظائف الشاغرة. بالنسبة إلى أكبر القطاعات التي وظفت الناس، فهي قطاعات الخدمة العامة أي الوفندلش دينست مثل التعليم والصحة والقضاء والشرطة إلى حوالي يعني 189 ألف شخص تم توظيفه بهذه المجالات. التجارة والنقل والضيافة مثل المطاعم والفنادق وغيرها من النوادي استقبلت 108 شخص وظفته الشركات ثمانية يعني ألف شخص الشركات ثمانية وثمانين ألف شخص أحد أسباب زيادات التوظيف هي هجرة العمال الأجانب وسبب آخر هو أن تبعات كورونا الاقتصادية شبه اختفت بالعام 2022 وكان هنالك تفاؤل حذر بسبب أزمة أوكرانيا ولو لم تكن هنالك تبعات حرب اوكرانيا لربما كانت المانيا الان تمر بازدهار تاريخي غير مسبوق من الناحيه الاقتصاديه. الان نتحول للموضوع الاخر. وصل عدد المهاجرين القادمين الى اوروبا بطريقه غير شرعيه حسب وسائل الاعلام الاوروبيه بعام 2022 الى حوالي 308 الف لاجئ، اغلبهم من سوريا وافغانستان والمغرب والجزائر والعراق. ودول اخرى هؤلاء اللاجئين هم من عدا اللاجئين الاوكرانيين الذين دخلوا الى اوروبا من حيث الوصف لا يطلق بالدول الاوروبيه على اللاجئين الاوكرانيين بانهم لاجئين بطريقه غير شرعيه الدول الاوروبيه اعطت رفض لنسبه كبيره من هؤلاء اللاجئين الذين ذكرنا دول قدومهم وابلغتهم بالترحيل الان مغيث لحد الاوروبي الداخليه ايلفا يوهانسون تقول ان سياسه الترحيل بدول الاتحاد الاوروبي ضعيفه وفاشله وكثير من اللاجئين المرفوضين طلب منهم الرحيل ولم يرحلوا الى بلدانهم الام، وتقول ان مفاوضيه الاتحاد الاوروبي ستغير الكثير من الامور لتسهل ترحيل المرفوضين، الامر يشمل اللاجئين المرفوضين والذين رُفض حتى طعنهم امام القضاء، يريد الاتحاد الاوروبي تحسين التعاون مع دول اللجوء. وتم تحديد 18 دوله ام من بينها المغرب ومصر وتونس حسب ما ذكر بالتقرير بالاضافه الى دوله تركيا، هذه الدول ترفض او تصعب استقبال لاجئيها يعني اللاجئين مواطنيها المرفوضين والمرحلين قسريا من البلدان الاوروبيه التي ذهبوا اليها. الان اصدقائي نتحول للموضوع الاخير، هنالك تحذيرات من فيروسات خطيره عمر هذه الفيروسات الاف السنين قد تخرج الينا الان وهنالك تقرير ملفت للنظر عملته القناه الالمانيه الاولى والتقرير يتعلق بالفيروسات التي تستطيع الفتك بالبشريه وهي فيروسات لو وضع كورونا او فيروس كوفيد 19 امامها لكان يشبه الفار الذي يقف امام الفيل لقله وضعف تاثيره على البشر بالمقارنه مع الفيروسات الاخرى، طبعا التقرير ساترك لكم يعني باول تعليق لكي تطلعوا عليه ان احببتم والتقرير يرتبط بمجموعه من العلماء من جامعه مارسيليا الفرنسيه قام هؤلاء العلماء بعمل بحث بخصوص فيروسات اسموها فيروسات الزومبي والخطر الذي يكمن بهذه الفيروسات انها ممكن ان تخرج للطبيعه وتنتشر بسبب الاحتباس الحراري فعلى سبيل المثال قام فريق العلماء بالذهاب الى سيبيريا يعني هي منطقه متجمده والطقس بها بارد جدا وإلى القطب الشمالي والجنوبي وراقبوا ذوبان الجليد واكتشفوا ان هنالك شيء اسمه التربه الصقيعيه وهي تربه متجمده بحراره تحت الصفر لالاف السنين احيانا تكون هذه التربه قد يعني دفنت حيوانات منقرضه او بشر يعني توفيوا منذ الاف السنين والحيوانات المنقرضه مثل ماموث عندما عثروا على ما يوجد بداخل هذه التربه الصقيعيه وجدوها كائنات ميته ولكن الجلد والشعر واللحم والدماء ايضا موجوده معها والشيء الذي يدرس العلماء الان هو ليس الحيوانات المنقرضه والميته منذ الاف السنين بل يدرسون الفيروسات الموجوده بداخلها والبكتيريا والاحياء الدقيقه الدراسه تقول انه عندما يعثر على بشر او حيوان ميت بحاله تجمد ولو حتى حصلت حاله الوفاه قبل مليون سنه عندما يذوب الجليد فان الفيروسات والبكتيريا بداخل الحيوان او الانسان ترجع للحياه لانها كائنات تستطيع التجمد لملايين السنين وبعدها تستيقظ من جديد وهذه صوره من سيبيريا نشرت لاحد السنوريات المنقرضه التي عثر عليها بشكل متكامل الانف والاسنان والشعر واللحم والدماء واضحه وحفظتها بروده التربه وحتى المرض الذي ادى لنفوق الحيوان مسبباتها من فيروسات وبكتيريا عادت للحياة بعد فك التجمد العلماء أثبتوا أنه حتى الآن هناك 13 نوع جديد من الفيروسات المعدية القاتلة للبشر هم أثبتوا أنها يعني رجعت للحياة واكتشفوها بالتربة المتجمدة وقالوا أن الثلاثة عشر نوع التي اكتشفناها هي لا شيء أمام ما هو ينتظرنا ومتجمد بالتربة واستشهد العلماء بمثال وقالوا أرأيتم ما الذي حصل عندما نقل الخفاش إلى البشر فيروس الكورونا فكم فيروس أخطر من الكورونا متجمد أو مطمور هو الآن تحت التربة الصقيعية هذا الموضوع أصدقائي وصلنا نهاية الفيديو إن شاء الله تكونوا استفادتوا تحياتي لكم مع السلامة